بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب أولى ثانوي. هنبدأ النهاردة مع بعض إن شاء الله حل Lecture 1 Measurement. أول سؤال يا أولاد بيقول لنا إيه؟ The opposite graphical figure represents the effect of temperature on the activity of one of the human digestive enzyme. طبعا أول ما نلقط كلمة digestive enzyme, digestive يبقى الكلام كده على مين على طول؟ على بيولوجي. digestive يعني human يعني living organism. تمام كده يا شباب. بيقول this represents the integration between chemistry and يبقى بيولوجي على طول من غير ما اقرا الجراف اصلا. بس ببساطه تعالى كده بص على الجراف بيقول speed of chemical reaction تفاعل temperature وعمال بقى يجيب لي التفاعل بيزيد وبعدين بيقل وكده يعني. طبعا بيولوجي مش محتاجه كلام. بعد كده the science which is interested in studying the conversion of the liquid water liquid يبقى بنتكلم كده في ايه يا شباب؟ في physical state. طالما بنتكلم في حاجه liquid يبقى بنتكلم في مين؟ physical state of the liquid water. تمام to water vapor. تمام كده يبقى كده الوتر liquid هتبقى water vapor and vice versa وهترجع تاني. To preserve the equilibrium اتزان ما بينهم in nature is the ده طبعا ايه بقى؟ انا عايز حاجه فيها physical يبقى برضه بنتكلم على مين يا شباب؟ physical chemistry. بعد كده بيقول لي most of semi solid paints become liquefied by the effect of movement force. تمام كده by the effect of movement force. تمام وliquefied يبقى بنتكلم physical state وبنتكلم كمان في force. تمام كده يا شباب. caused by the paint brush used in painting. The previous statement exhibits the kind of integration between chemistry and. تمام بيقول يا شباب حاجه liquefied liquid يبقى بنتكلم برضه في ايه؟ physical state وforce يعني بنتكلم برضه في تعريف الفيزيكس وبالتالي برضه يبقى ليه يا ولاد؟ physics. بعد كده نمبر 4 بيقول لي the opposite figure represents the human circulatory system. تمام طالما بنتكلم يا اولاد في circulatory system يبقى الكلام على مين دلوقتي حالا؟ الكلام على حاجه تبع بيولوجي medicine pharmacy. تمام كده this figure illustrates some sort combination between. تعالى كده بص على الجراف. بص كده الراجل عامل لك سهم طالع لفوق وكاتب لك عليه كده against gravity. تمام كده جرافيتي. طب بنتكلم في جرافيتي يبقى بنتكلم في جاذبيه والجرافيتي والجاذبيه كلها بنتكلم في مين يا باشا؟ كلها بنتكلم في فيزيكس. تمام بعد كده كاتب لك دم لونه احمر ودم لونه ازرق ويقول لك اوكسجينيتد ريتش يعني اكسجين غني بالاكسجين واكسجين بور بالاكسجين يبقى بنتكلم في كيمستري. يبقى انا كده مبدئيا عايز فيزيكس وعايز كيمستري عايز تشويس يكون في فيزيكس وكيمستري. ادي كيمستري وادي فيزيكس ادي كيمست فيزيكس وادي كيمستري. تمام اخد بقى معاهم ايه؟ ميديسن ولا اخد فارماسي؟ انهي الادق يا شباب؟ ميديسن طبعا لان ميديسن مش ترجمتها دواء، ميديسن ترجمتها الطب. تمام كده؟ فانت لما بتروح ما يكون عندك مشاكل في الجهاز الدوري، عندك مشاكل في الضغط، عندك مشاكل في اي حاجه بعد الشر، تمام ده يبقى محتاجين دكتور، طبيب مش صيدلي. تمام كده؟ لان فارماسي معنى صيدله. تمام؟ بعد كده نمبر 5 بيقول لي يا شباب يوريا وام الدين الرمز بتاعها رياكت ويز اوكسجين. تمام مبدئيا كده يا شباب طالما بنتكلم في يوريا وام الدين الرمز بتاعها كيميكال يبقى كده بنتكلم في حاجه تبع الايه يا باشا؟ تبع الكيمستري. رياكت ويز اوكسجين يبقى برضه كيمستري. يبقى ده كده كيمستري وده كيمستري. تو فورم كربون دايوكسيد جاز كيمستري نيتروجين جاز ووتر ذا توتال فوليوم بروديوسد جازز is larger than the reactant volume under same condition. What is the science؟ يبقى انا عايز volume. volume بنتكلم في مين يا دكتور؟ بنتكلم في physics. تمام كده يا شباب؟ volume. وكمان ايه بقى هنا؟ يبقى physics و chemistry. يبقى نختار ببساطه شديده physical chemistry. بعد كده بيقول لي ايه يا شباب؟ What is the science which is interested in separation process and the detection of the component of the substance qualitative and quantitative. يعني ايه quantitative؟ quantitative جاي من كلمة quantity. quantity يعني كمية. تمام كده؟ طب qualitative يعني بعرف الكواليتي الطيب النوع. يبقى احنا كده بنتكلم في حاجة اسمها analytical chemistry أو analysis. كلمة analytical أو analysis يعني تحليل. تمام كده؟ بعد كده يا شباب بيقول لي chemical engineer works at new factory including this which produce all the following except. تمام بقول لي كيميكال انجينير ورك ات نيو فاكتوري. عندنا مهندس كيميائي بيشتغل في مصنع ماشي انكلودنج ذيس ويتش بروديوس اول ذا فولونج اكسبت. تمام كده يعني الراجل هيشتغل في المصنع هيشتغل على كل الحاجات دي ما عدا ايه؟ يعني الحاجات اللي يحتاجها في المصنع يعني اول حاجه ميتال. تمام كده هل هو هيحتاج الميتال في المصنع بتاعه؟ طبعا مصنع اكيد فيه معدات واجهزه وبتاع كوزموتكس. تمام كده
تاير، تمام، تاير هو كوتش العربيات، سيتس البذور. ايه ده؟ هي البذور دي حاجه بتصنع، ده حاجه طبيعيه يا عم، ايه الهبل ده؟ يعني هو قال لي ميتال، فالمصنع ممكن يعمل معادن عادي يعني، كوزموتكس، اكسسوارات طبيه ومستحضرات وكريمات وبتاع، ينفع ما بتزرعش ولا حاجه يعني، تايرز كوتش عربيات، كل ده حاجات تتعمل، لكن سيتس، سيتس ده حاجه يا شباب، حاجه طبيعيه، سيتس دي يبقى احنا محتاجين حاجه بيولوجي، تمام كده؟ بعد كده a teacher covered the scale of mercury thermometer to test the ability of a student to measure the boiling point of an unknown liquid، عشان يقيسوا unknown liquid، تمام كده؟ بيقول يا شباب which of the following represent the boiling point of that liquid knowing that its boiling point lower than water. طب الووتر بتغلي عند 100، هو اقل من الووتر يبقى لازم اقل من 100، يبقى نختار اي رقم اقل من 100. كان المفروض يجيب الاختيار واحد يا جماعه، بس هو جايب الاختيارين 75.5 و 84.5، هنختار ال 75.5. ليه بقى اشمعنى؟ تعالى يا دكتور كده، تمام. بص كده، انت عندك دي كده كام مثلا؟ 70، ودي كده كام مثلا؟ 80. حلو، النقطه دي كده، دي الحته الكبيره اللي في النص، يبقى دي كده 75، يبقى 75 بوينت حاجه، تمام كده ولا مش تمام؟ تمام. طيب يبقى، طب تعالى نمسح الكلام ده كله تاني وارجعك تاني. فرضنا بقى، فرضنا ان انا قلت لك ان دي كده 80 ودي كده 90، الحته اللي في النص العاليه دي، شايف الحته دي كده المفروض هتبقى 85، تمام كده؟ فانت عندك الليكويد معديها، فلو هيبقى في عندك شوي صح يبقى 85.5، دي كانت تبقى صح برضه، ولكن انا ما عنديش الا 75، يبقى الاثنين دول ينفعوا يا جماعه، ولكن اختار 75 علشان احنا معديين الحته الصغيره دي، دي يا جماعه، دي يا حبايبي اللي همسحها دي، بصوا 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 الحته دي كده احنا معديينها، المنطقه دي الليكويد اهو معديها بحته اهو، الحته اللي انا بتقلها دي كده الليكويد معديها، فهو عدى النقطه اللي ما بين النقطتين بالظبط، فهو 85 وشويه او 75 وشويه او 65 وشويه او 45 وشويه، فاهمين حاجه؟ يعني لو دي 20 ودي 30 يبقى دي 25 وشويه، فاهمني؟ فهنختار مين يا شباب؟ 75.5. طبعا استبعدت سي ودي لان الوتر 100، فهو عمره ما هيبقى يعدي الكلام ده، تمام؟ بعد كده which of the following is incorrect، عايزين جمله مش مظبوطه regarding to the importance of measurement، عايزين جمله مش مظبوطه على اهميه الميجرمنت. اول واحده بيقول لي monitoring، تعال نشوف بقى كلمه monitoring هل ده معناها ولا ايه. determine the aspirin dose for a child، لا طبعا ده مش monitoring، يعني مراقبه، انا لما احدد جرعه الاطفال، جرعه اسبرين لاي حد يعني، يبقى انا كده مثلا بعمل health care controlling، تمام، لكن مش monitoring، وبالتالي الجمله دي مش مظبوطه. بس نكمل، health care رعاية صحية يعني حاجة تبع الصحة، مونيتورنج جلوكوز ان بلاد اف فور او اوف ديابيتيك بيشنت، ان انا اتابع الدم في الجلوكوز في الدم الواحد مريض سكر، اه تمام، ده هيلث كير، ده رعاية صحية. طب انفورميشن ذا بروبورشن اوف ذا كومبوننت اوف ميلك باكج، انفورميشن ان انا اديك معلومات عن اي علبه لبن، مش فكره ميلك باكج وبس، فكره انك انت يا شباب تجيب اي حاجه تشتريها وتلاقي مكتوب عليها كده جدول كده مكتوب فيه المكونات والمقادير، دي انفورميشن مهمه جدا، عشان لو حد عايز مثلا حاجه فيها دايت، حاجه فيها كالوريز، حاجه ما فيهاش كالوريز، الكلام ده كله، تمام. مانجمنت، تمام، ادينج بيزك سبستنس تو هايلي اسيديك سويل، جميل، لو انا عندي سويل فيها اسيد زياده، تمام، سويل عندها حموضه، يبقى انا هديها دواء فيرتيلايزر متصنع من البيز، ولو العكس فيها بيزك زياده هديها اسيد، تمام، ده مانجمنت، ان انا بدير الموقف وبحل المشكله، يبقى الجمله الوحيده اللي مش مظبوطه ايه. بعد كده نمبر 10 بقول يا شباب ذا فولونج تيبل ريبريزنت تو ليبلز شوينج ذا نيوتريشنال كومبوننت اوف تو كانز، جميل، كانز فيهم، طب طبعا نركز على الفات، نركز على الشوجر، نركز على البروتين، نشوف هو عايز يركز على ايه، تمام، وجايب لي مقادير كتير كلها هي هنا وهي هنا. بيقول ايه بقى؟ which of the following represent the can that can contain the least percentage of mineral، يعني ايه mineral يا شباب؟ يعني المعادن، زي ايه؟ زي الصوديوم، الزنك، المغنيزيوم، الايرن، الكلام ده كله، تعال نشوف فين اللي فيها اقل، فين المعادن الاول؟ ده كده معدن عشان زنك، مغنيسيوم معدن عشان زنك، فيتامين بي لا مش معدن، فيتامين بي مش معدن، فيتامين ايه مش معدن، ايرن معدن، تمام كده، بروتين، شوجر، يبقى دول المعادن. هنا 55 22 28، تعال نشوف المعادن اللي هنا، ايرن هم بالظبط، ايه ده، لا طبعا ده 14، ده 28، ده هنا 0، تمام كده، هنا 22، هنا 14، هنا 55، يبقى مين اللي فيها ليست مينرالز، المعادن اقل، هتبقى كان كام؟ كان 2، فين الاختيارات؟ كان 2، يبقى نختار كان، اه ده هو جايب الاختيارات كان 2 والبرسنتج كمان، هتبقى 28 عشان 14 بلس 14، تمام كده يا شباب. بعد كده
بيقول يا شباب: The following table shows the food component in four meals. دي مكونات أكل في 4 وجبات. The mass of each meal is 100 جرام، يعني كل ميل كل وجبة وزنها 100. تمام، فدي المقادير يعني. بيقول لي which of these meals cause more weight. more weight more weight يبقى أنا عايز إيه؟ عايز فاتس أكتر. more weight يبقى أنا عايز إيه؟ عايز بروتين أكتر، عايز كربوهيدرات أكتر. more fats يبقى أنا عايز كمان إيه؟ يبقى أنا عايز ال إيه؟ الشوجر، عايزه أكتر. تمام كده، تعال نشوف كده الشوجر، تعال نشوف الشوجر عشان مهم. الشوجر هنا 3 12 10 9، الثلاثه دول كده واضح ان فيهم شوجر كتير. تمام كده. طيب الفاتس 7.5 2.5 6. لا 6.5 وال 7.5 دول اعلى حاجه. تمام كده ولا ايه؟ طيب الكربوهيدرات هنا 62 هنا 60، يعني الاثنين عاليين وكويسين وقمر وزي الفل. تمام كده. بعد كده البروتين هنا 8 بوينت وهنا 13. لا ال 13 اعلى طبعا وال 15 اعلى واعلى. تمام كده، جميل. مين اكتر حد اخترناه هنا يا شباب؟ ما اخترناش في ايه غير اتنين متاكدين منهم طبعا. الفايبرز دي مش اضافه قويه يعني، الفايبرز دي حاجات اصلا مفيده وكويسه. الفايبرز اللي هي زي الورق الخاص الكلام ده كله يا شباب. المهم يعني فهنا ما فيش الا اتنين، هنا ما فيش الا واحده. سي فيها ثلاثه، يبقى نختار مين يا باشا؟ هنختار سي. تمام، سي. يبقى احنا عايزين نختار مين؟ سي، عشان يدينا ويت اكتر يعني. تمام. بعد كده نمبر 12 بيقول يا شباب: The following table shows the daily average of the different component of a meal which are obtained by the individual A B C D. تمام، يعني في 4 اشخاص، واحد اسمه A والتاني اسمه B والتالت اسمه C والتالت اسمه D. جميل، اكلوا الاكل ده. حلو الكلام. بيقول لي which of these individual suffer from anemia. لما يعاني من الانيميا يبقى الايرن اللي هياخده في اكله يكون كتير ولا قليل؟ يبقى انا عايز اقل ايرن. 15 4 30 20 يبقى 4، ده اقل ايرن، يبقى شخص بي هو ده اكتر واحد هيعاني من الانيميا. تمام كده. بعد كده نمبر 13 بيقول لي يا شباب: a diabetic patient had a breakfast composed of half bread loaf. يعني واحد اكل وجبه، تمام كده يا شباب، عن مريض سكر، دايابيتيك يعني مريض سكر، فيها هاف بريد يعني نص رغيف عيش. تمام. 200 جرام بوتيتو، 4 معالق بينز، تمام كده، فول، 1 ميديوم ابل وتفاحه. If you know that this patient needs injected by 2 units of insulin for each carbohydrate unit. هيحتاج وحدتين انسولين، تمام كده، 2 يونت انسولين لكل واحده كربوهيدرات يونت. تمام كده يا شباب، جميل. هاو ميني انسولين، يبقى نحط تحت الانسولين اكس. هاو ميني انسولين ار نيدد باي ذا بيشنت فور ذيس ميل، يبقى هيحتاج انسولين قد ايه للوجبه دي؟ طب الوجبه دي فيها اصلا كام يونت كربوهيدرات؟ بص بقى هنا في الجدول ده، قال لك ال1 كربوهيدرات عباره عن ربع رغيف. طب هو كان ربع رغيف ولا نص رغيف؟ نص رغيف، يبقى كده خد كام يونت؟ 2. شباب الربع رغيف فيه 1، هو كان نص رغيف يبقى 2. ال100 جرام بوتيتو فيهم 1 برضه، هو كان 200 جرام يبقى معاه 2. الاربع معالق فيهم 1، هو خد 4 معالق. التفاحه فيها 1 يبقى كده 1، يبقى 2 و2 4 و1 5 6، يبقى هو كده اكل 6 يونت كربوهيدرات. يبقى هنا يا شباب ياخد كام؟ 2 تايم 6 اوفر 1 يبقى ايكوال 12 يونت. تمام كده. بعد كده يا شباب بيقول ان ذا اوبزيت فيجر ا ميكستشر اوف ساند اند ووتر ووز باورد ان ا فانل. حطينا ساند ووتر في فانل، قمع اهو فيه ساند وميه، يبقى الساند اهو نازل ومعاه الميه. بقول يا شباب باورد ان فانل كونتيننج فلتر بيبر، في فلتر بيبر. تمام، يعني الساند هيتحجز واللي هيعدي بس هنا مين يا شباب؟ الووتر. بقول لي تو ميجر ذا فوليوم اوف ووتر ان ذيس ميكستشر، ويتش اوف ذيس تول كان بي يوزد تو انستيد اوف بيكر، بدل البيكر يعني تو ميجر ذا فوليوم. طبعا هنستخدم السلندر، هو اقرب حاجه واسهل حاجه، يبقى تو ميجر ذا فوليوم السلندر. سؤال بسيط جدا. بعد كده What is the volume of the liquid in the graduated cylinder؟ عايزين نشوف الفوليوم بتاع الليكويد في الجراديويتد سلندر، which is illustrated in the opposite figure. بص كده معايا، هنا 4 وهنا كمان 5 وهنا كمان 6. حلو قوي. بص بقى كده معايا، هنا كده دي 5.5 تقريبا اهي، هنا 5.1.2.3.4.5.6، صح كده؟ ركز معايا، افتكر احنا كنا بنقول ان الكوريكت ريدنج، الكوريكت ريدنج انهي؟ از ذا لور بارت اوف كونكيف. تمام كده؟ فهاخد اعلى نقطة ولا اقل نقطة؟ اقل نقطة اللي هي دي كده. يبقى 0.7، لان كنت عادي لغاية 0.6 هي اعلى حتة صغيرة. نمسح ونعد تاني. بص معايا دكتور، دي كده كام يا شباب؟ دي كده 5 بالظبط، الحتة دي 5 ها؟ 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 اهو، لسه ما وصلناش لغايه النقطه دي. تمام كده 0.7 اهو.
تمام كده يا شباب، يبقى 5 بوينت كام يا اولاد؟ 5.7. بعد كده تو ايدنتيكال بولز، ار بليسد ان وير بليسد ان ووتر، يعني في عندنا كورتين زي بعض بالظبط اتحطوا في ميه. ويتش از بريزنت ان جرافيتي سلندر فيجر 1، فيجر 1 حطينا فيه ميه تمام. فيجر 1 كان لغايه كام؟ 40 بالظبط، اهي الكوريكت ريدنج تمام. سو ذا سيرفيس اوف ووتر elevated يعني ارتفع زي 2. بص كده في 2 40 1 2 3 4 5، اه هو لغايه 5 بالظبط اهو. تمام كده يا شباب، يعني هما الكورتين دول رفعوا كام سنتي؟ 5 سنتيمتر. يبقى الكوره الواحده كام؟ 2.5 سنتيمتر كيوب. تمام كده، وات ذا فوليوم اوف ذا بول؟ هو عايز كوره واحده مش الكورتين. الكورتين خمسه، هنا 2 بول، اما كوره واحده 1 بول يبقى 2.5. تمام كده. بعد كده on moving the ball from graduate cylinder 1 to the graduate cylinder 2، لو انا شلت كوره من 1 وديتها ل 2، خلي بالك 1 صغير كده وضيق كده تمام، to the graduate cylinder 2 the graduation of the level of water which is present in cylinder 1 decreased by 10 مللي. يعني انا لما شلت الكوره الميه قلت 10 مللي، يبقى انا لما هنقل الكوره هناك واوديها هناك هترفع كام مللي؟ نفس ال 10 مللي يهبل. هو عشان ده واسع هترفع اقل؟ لا، هي هترفع 10 مللي بس، ال 10 مللي مش هيرفعوا حته كبيره. يعني انا مثلا معايا 10 مللي في ازازه طويله فياخدوا مساحه طويله، طب 10 مللي في طشت كبير كده هيرفعوا حته بسيطه صغنونه كده تمام، لكن هي نفس ال 10 مللي يعني نفس الكميه. يعني معايا كنز مثلا ازازه بيبسي لتر، هما في الازازه لتر عاليين كده، طب لو انا دلقتهم في طشت كبير هيفضلوا عاليين كده برضه كتير كده ولا هيبقوا تمام؟ بعد كده نمبر 18 بقول يا شباب اف تو بولز اوف ذا سيم فوليوم، الله، one of them الكبر الماس بتاعتها 8.8 جرام والتانية ألمونيوم 2.7، يعني دي الماس بتاعتها أتقل، هنا الماس أتقل وهنا الماس أقل. جميل، حطيتهم في تو سلندر، طب وعلاقة السلندر إيه بالحوار؟ الله، حتة جميلة أوي عجبتني مني الصراحة. يعني علاقة السلندر إيه بالحوار؟ حضرتك بتقول إن هما نفس الفوليوم، حطيتهم في سلندر تمام كده، وبعدين بتكلمنا عن الماس. هما يا شباب لو هنتكلم عن الماس يبقى المفروض لو هيختلفوا يبقى اختلفوا في الماس في الوزن، لكن الفوليوم هو اللي بيتقاس بالسلندر، وطالما ان هما الاثنين سيم فوليوم يبقى هناخدوا نفس الفوليوم. المهم containing same volume of water then the difference in the elevation of water، اختلاف ارتفاع الميه، ارتفاع الميه يبقى برضه بيتكلم في فوليوم، in the two cylinder will be equal كام؟ زيرو طبعا، زيرو يا حبيبي، ما هما الاثنين نفس الفوليوم، نفس الفوليوم. الميه بتترفع مش عشان حاجه تقيله ولا خفيفه، عشان حاجه الفوليوم بتاعها قد ايه. تمام كده، وبالتالي هيبقى زيرو. بعد كده نمبر 19 بيقول يا شباب the opposite figure represent a section in each of بيوريت and cylinder in no particular order، يعني واحده بيوريت وثانيه سلندر من غير ترتيب. تعال كده نشوف الترتيب، الارقام 28، اوعى تقول لي دي 29، بص كده بشكل عام على الرسمه دي كام يا باشا؟ 27، 27 وتحت 28، الله، مين اللي بتدرج من فوق لتحت؟ وهنا 30 40 50، ومين اللي بتدرج من تحت لفوق؟ طبعا دي كده هتبقى هنعرف دلوقتي 27 تمام، يبقى هنا 27 ونص اهو، بوينت 1 بوينت 2 بوينت 3 بوينت 4 بوينت 5 بوينت 6 بوينت 7 بوينت 8، يبقى 27.8. 27.8 طبعا دي البيوريتي لان هي اللي بتبقى جرادويتد من فين يا شباب؟ بتبقى جرادويتد من فوق، فروم توب تو بوتوم. بعد كده السلندر بقى كام يا شباب؟ 30 40، خلي بالك 40 وبعدها 50، يبقى هنا واحده ثانيه ثالثه الرابعه، يبقى هي متقسمه خمس اجزاء يا جماعه، ادي جزء ادي جزء ادي جزء ادي جزء ادي جزء، متقسمه خمس اجزاء، يبقى كده كل جزء باثنين، يبقى 44 42 44 تمام كده، يبقى 44، وبالتالي يبقى هنختار مين في نمبر 19 يا شباب؟ هنختار بي. بعد كده طبعا لو عايزين نقول دي مين، دي هتبقى البيوريتي تحديدا عشان التدريج بتاعها اصلا بادئ من فوق تمام كده، ودي كده هتبقى مين؟ السلندر او بيكر او شوف انت عايزها تبقى مين، بس هي هنا في السؤال يعني مين؟ سلندر. بعد كده 20 بقول يا شباب what is the tool which is used in preparing potassium hydroxide، potassium hydroxide يعني حاجة آخرها او اتش، يبقى بنتكلم عن ايه؟ بيز، to be used in determining the concentration of sulfuric acid، sulfuric acid. طالما بنتكلم عن acid وبيز يبقى بنتكلم عن بروسيس اسمها titration، طالما بنتكلم عن titration يبقى احنا عايزين فوليومتريك فلاسك وعايزين كمان بيوريت تمام كده يا شباب، وعايزين كمان بايبيت اللي هنشفط بيها ونسحب الاسيد والبيز وكده يعني تمام. بقول يا شباب which of the following من انهي تول هنستخدمها عشان نحدد الحوار ده؟ بيوريت، بيقول لي what is the tool which is used in preparing، preparing تحضير، ده لسه هحضر تمام عشان استخدمه بعد كده تمام كده في تركيزه، فانا عايز احضره لسه
انا مش هعمل عمليه التيتريشن ذات نفسها، ده انا عايز اعمل بريبيرنج. بريبيرنج يبقى بنتكلم في مين يا باشا؟ في فوليومتريك فلاسك. لكن لو هنعمل التجربه يبقى كونيكال فلاسك، وعندنا كمان التيتريشن بنستخدم فيه البيوريت والبايبيت، تمام. لكن هنا هنعمل بريبيرنج تحضيره لسه. يبقى هنختار مين يا شباب؟ فوليومتريك فلاسك. بعد كده بيقول لي ذا فولوينج فيجر شو فور ميجرنج تولز. جميل، ادي اول واحده بيوريت، وبعد كده هنا مش عارف دي سرنجه دي ولا ايه، وهنا بيكر اهو، ودي بايبيت. جميل، بيقول لي يا شباب which of these tool proper use of one of these tool. عايزين استخدام لواحده منهم. نازل تحت سيك عشان تبان. اول حاجه نمبر 1 يا شباب، بيقول لي 16 سنتيمتر of an acid required to be added to an alkali يعني بيز in a titration. طبعا، لان اول واحده دي ببساطه شديده بيوريت، وهي اللي بتشتغل في الكلام ده، يبقى من غير ما اكمل اجابه صحيحه طبعا. بعد كده the tool X is used in transferring two different solution to the tool Y. بستخدم tool X اللي هي البايبيت عشان احط اتنين لتول Y. طب انا طالما انا استخدمت البايبيت يبقى بستخدمها في حاجه غالبا توكسيك، تمام كده يا شباب؟ tool Y. جميل، tool Y اللي هو مين؟ اللي هو البيكر او السلندر ده، هنشوف. بيقول لي which contain two other different solution، في اتنين other different solution. A precipitate is formed in one of them، تكون precipitate but not the other، يعني تكون في واحدة مش في التانية as shown in the opposite figure. What do you think about the properties of the solution which are transferred by the tool X، مواصفات ال solution by the tool X، تمام كده، about the utility of the tool Y. أولا ال solution اللي هنقله نوت سيف طبعا، مفيش أي كيميكال سبستنس يا شباب سيف، وتعامل معاها كلها إنها نوت سيف، تمام. tool Y بقى اللي هو البيكر، measuring the volume ولا mixing solution. على فكرة هو بيعمل الحاجتين، tool Y دي وظيفته في الاثنين، يعني هو بيقدر يعمل الوظيفه دي والوظيفه دي. ولكن في التفاعل يا شباب، انت دلوقتي بتعمل تفاعل، يبقى انت بتقيس الفوليوم ولا بتعمل ميكس للسوليوشن عشان تعمل تفاعل؟ بتعمل ميكس للسوليوشن عشان تعمل تفاعل يا دكتور، وبالتالي هنختار دي، تمام كده. بعد كده بيقول يا شباب the apparatus shown in the following figure used in preparation of CO gas in the laboratory. جميل قوي، هنحضر CO gas في اللابوراتوري. tool 1، tool 1 اللي هي مين؟ اللي هي الراوند بوتوم فلاسك دي. طول ايه؟ أول واحدة يعني، دي كده ايه؟ أول واحدة اهي. بنستخدمها في ايه؟ has a definite capacity graduated from bottom to top made of pyrex glass used in titration. لا ما بستخدمهاش في titration، made of pyrex glass. دي أقرب حاجة ليها أساسا. bottom to top هي ما بتبقاش graduated أساسا، has definite capacity. تمام كده؟ بعد كده طول بي، طول بي اللي هي مين؟ اللي هو الفوليومتريك فلاسك. ولا كونيكال فلاسك؟ لا كونيكال فلاسك. واللي جرادوت فروم توب تو بوتوم؟ لا طبعا. تمام شباب، تاني احنا قلنا تول ايه؟ تول ايه اللي هي فوليوم راوند بوتوم فلاسك. نكتب الاسماء، راوند بوتوم فلاسك. جميل، هاز ديفينيت كاباسيتي فروم بوتوم تو توب، لا مش جرادويتد، ميد اوف فايركس يوز ان تايتريشن. لا هنا تول بي بقى جرادوت فروم توب تو بوتوم، لا عشان اللي بتعمل كده شباب تبقى مين هي؟ البيوريت. بعد كده use the measuring the volume of the liquid accurately. بتقيس الفوليوم accurate طبعا. some have definite capacity. طبعا، تمام كده. بعد كده يا شباب بيقول لي graduated from bottom to top، متدرجه from bottom to top. شغاله برضو، ليه لا؟ مفيش اي مشكله خالص. بعد كده tool C، tool C اللي هو البيكر ده، made of glass او بلاستيك. البيكر ده السلندر سوري، جلاس او بلاستيك. used in estimating the volume of solid object. تمام كده. طبعا، graduated from bottom to top، شغال. used in transferring the highly dangerous liquid. لا طبعا، اللي بتعمل كده اللي هي مين يا شباب؟ البايبيت. مين اكتر حاجه بقى جوه فيها صح يا شباب؟ C، يبقى هنختار. بعد كده بقول يا شباب A student wants to perform the experiment to measure the time of the solving. تمام كده، 2 جرام. طالما قلنا تايم يبقى نحتاج ايه؟ ساعة. طالما قلنا 2 جرام، تمام كده، دي 2 جرام على فكرة، 2 جرام يبقى بنتكلم في ماس، وطالما بنتكلم في ماس يبقى نحتاج مين يا باشا؟ بالانس اوف ماجنيزيوم كومبليتلي ان 100 مللي. طالما اتكلمنا في مللي يبقى بنتكلم في فوليوم، تمام كده يا شباب. عايزين نعرف التولز اللي هنحتاجها. هنحتاج ستوب ووتش صح، هنحتاج سلندر صح، هنحتاج كمان ايه؟ بالانس صح. طب هنا بيقول لي سلندر ماشي، ثرمومتر لا ما قلناش هنقيس درجه حراره معينه او هنعمل تفاعل عند درجه حراره معينه، ستوب ووتش ماشي، سنسيتيف بالانس تمام شغال، ستوب ووتش سلندر ماشي، بس مين الاطاق بقى اللي فيها سي ودي مع بعض؟ ايه؟ بعد كده 25 بيقول لي يا شباب ايه بقى في 25؟ بيقول لي one of the student performed an experiment to measure the change in the temperature on adding 25 ملي change in temperature، يبقى عايزين ترمومتر.
اون ادنج 25 ملي، يبقى عايزين حاجه نقيس بيها الفوليوم، دي شغاله ودي شغاله. اوف دايلوت هيدروكلوريك اسيد تو ديفرنت سوديوم هيدروكسيد سوليوشن ويتش اوف ذا فولوينج تولز شودنت بي نيدد، مش هحتاجها، يبقى انا مش هحتاج الساعه لانه ما اتكلمش ان انا عايز اعمل التفاعل ده في وقت معين ولا اي حاجه زي كده. تمام. بعد كده 5 ديفرنت سوليوشن ار تيستد with pH paper. جميل قوي. They are colored with the color illustrated in the opposite table. What is the pair of the acid solution؟ عايز اعرف الاسيدز اللي موجودين عندي. الالوان اورنج يلو، ايه ده احنا ما خدناش الالوان دي كلها. طب ما احنا عندك حاجه احلى من الالوان. pH pH 1 يعني less than 7 يعني acid، 3 less than 7 يعني acid، 7 بالظبط neutral، more than 7 يعني base، more than 7 يعني base. الراجل بيقول لي وات از ذا بير اوف ذا اسيديك، اسيديك يبقى مين ومين؟ يبقى 1 و3 يعني او بي. بس كده يا سيدي. بعد كده ذير ار تو بوتلز وان اوف ذيم كونتين اسيد، حلو، اند ذا اذر كونتين الكلاي، الكلاي يعني بيز. طالما بنتكلم في اسيد وبيز يبقى احنا كده بنتكلم في تايتريشن، وطالما بنتكلم في تايتريشن يبقى احنا عايزين مين؟ قول لي يلا. بيوريت، ها، بايبيت، ها، كونيكال فلاسك. جميل قوي. بيقول يا شباب زي ار ريكوايرد تو ايدنتيفايد باي بي ايدنتيفايد بيفور تايتريشن، هو نفسه كمان قال لي تايتريشن اهو. على فكره يا عمو حتى لو ما كنتش قلت لي تايتريشن، مجرد وجود كلمه اسيد وبيز او اسيد والكلاي يبقى تايتريشن على طول. تمام. وات ار ذا ريكوايرد تولز فور كارينج اوت ذيس اكسبيرمنت، هتحتاج ايه؟ بايبيت، اه طبعا هنحتاج بايبيت. هنحتاج بيوريت، اه طبعا بيوريت. كونيكال فلاسك ولا راوند بوتوم؟ لا كونيكال طبعا. بي اتش، هنحتاج بي اتش، اه طبعا عشان نقيس البي اتش بتاعت الاسيد والبيز، يعني مش هتقول لا يعني. تمام كده يا شباب. طب تحت جايب لي سلندر وبيت، لا طبعا هنختار مين يا شباب؟ هنختار في 27 ايه. بعد كده 28 بيقول لي ذا اوبزيت فيجر ريبريزنت، شايفين الحته دي يا جماعه؟ الحته دي كده كان فيها شكل مش موجود، الشكل ده كان عباره عن لوكاست جراده بطة بيضه كده يا جماعه منهم 5 جنيه دلوقتي، البيضه دي قامت متحوله لكتكوت صغنون كده، جرادايه صغنونه كده. تمام كده يا شباب. بعد كده بقت جراده كبيره بقى وكده يعني. تمام. بقول يا شباب لايف سايكل اوف لوكاست يعني الحياه، دوره حياتها يعني. تمام. وات از ذا ساينس ويتش از انترستد ان ستادينج لوكاست ايج لاين، ايه العلم اللي هيدرس البتاع اللوكاست دي وهي بتبيض؟ تمام كده. اكيد مش الكيمستري طبعا يعني، مش الكيمستري، امال مين اللي هيقيسها يعني؟ البيولوجي طبعا هو اللي خاص بالبيض يا جماعه، البيولوجي كله بتاع البيض يا جماعه، لا مؤاخذه يعني يا جماعه، مدرسين كلهم حبايب اقسم بالله. تمام كده. يبقى هيبقى مين طبعا يا جماعه؟ بيولوجي. What is the role of the chemistry in protecting the harvests from the locust؟ ايه بقى دور الكيمياء؟ تمام كده؟ انها تحافظ على المحاصيل من الجراده دي. تمام؟ فاكر لما كنا بنقول الانتجريشن بين الكيمستري اند اجريكلتشر، كان عندي يا شباب كذا حاجه، choosing suitable soil، choosing suitable fertilizer، choosing suitable insecticide، فاحنا هنختار choosing suitable insecticide. انها تختار المبيد الحشري المناسب. بعد كده يا شباب بيقول لي ذا اوبزيت ليبل از اوف نيوتريشنال برودكت هوز فوليوم 128 مللي، حلو. وات از ذا امبورتنس اوف ذا بريزنس اوف ذيس ليبل ان ذا نيوتريشنال برودكت، ايه اهميه وجود ده على اي حاجه؟ تمام. يعني انك تجيب تشتري اي حاجه فتلاقي مكتوب عليها جدول بالمقادير والمكونات، هقول له يا شباب او ببساطه شديده تو نو ذا تايب اند percentage of component عشان نعرف نوع وبرسنت المكونات، شغل حماده هلال يعني. تمام كده. انا حاطط لك جدول في المقادير ليه؟ عشان اعرف المقادير بجد مش بهرج. تمام كده. is this package suitable for nutrition of a skinny person، skinny person يعني واحد بص بقى زي العصايه كده عايز يتخن يعني شويه، or a fat person، اه لا ده بيسالني بيقول لي هي مناسبه لواحد سكيني ولا فات؟ تعال نشوف كده. ده شوف الاستباحه، الفاتس كام؟ زيرو. هياخدها واحد سكيني هيروح في نداهيه تاني، ده محتاج يبلع مصنع سكر ده. تمام. لا طبعا يبقى هتبقى مناسبه لمين يا شباب؟ لفات بيرسون. هقول له مناسبه فور فات بيرسون. تمام كده يا شباب. بعد كده جايب لي السؤال ده بيقول لي يا شباب ايه؟ بيقول لي study the three tools which are illustrated by the opposite figure then answer. What is the difference between tool 1 and tool 2؟ tool 1، tool 1 ده اللي هو مين يا شباب؟ اللي هي الفوليومتريك فلاسك، وtool 2 اللي هي مين يا شباب؟ كونيكال فلاسك. ايه الديفرنس ما بينهم؟ الفوليومتريك فلاسك دي عندها ديفينيت فوليوم، هنا يا شباب ديفينيت فوليوم، اما دي بتكون جراديويتد. تمام كده. بعد كده وات از ذا ديفرنس بتوين تول 3 اند بايبيت؟ تول 3 دي اللي هي مين ببساطه شديده؟ البيوريت. تمام كده. والبايبيت
عايزين نجيب الديفرنس. البيوريت بتكون جرادويتد فروم توب تو بوتوم، اما البايبيت بتكون عندها ديفينيت فوليوم برضو زي دي، يبقى دي ديفينيت فوليوم، والبايبيت اللي هو بيتكلم عنها هي كمان بتكون ايه يا شباب، ديفينيت فوليوم. اند وات از ذا سيميلاريتي بتوين ذم؟ الاثنين ميجرنج ذا فوليوم ترانسبورت فوليوم. تمام كده يا شباب، بس كده يا حبايبي، ده كده يعتبر الواجب اللي هو على الجزء النظري بتاع ميجرمنت. تمام كده، ارجو ان احنا نذاكره كويس، نقرا قرايه سريعه ما نحرقش فيه كتير، وبعدين نحل اسئلته. تمام كده يا شباب، ان شاء الله ربنا يوفقكم يا جماعه، وميعادنا ان شاء الله في الهوم ورك الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.